ومعنا من أربيل هاتفيا دكتور ناصر الفداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى في أربيل. مرحبا بك. إذا لو تحدثنا عن حملتكم الأخيرة في مخيمات حسن شامي. حياكم الله. وحياك. هذه الحملة جاءت بالتعاون مع رابطة الأمة العراقية، تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع رابطة الأمة العراقية. تم بحث احتياجات مخيمات الخازر، وبرز لدينا احتياج مخيم حسن شام الثالث من بين أشد المخيمات احتياجا لهذه الحملة، وتم التباحث مع كادر الإداري مع إدارة المخيم. تم بحث عدد العوائل الساكنة في هذا المخيم. أبلغنا يعني أن المخيم فيه 1100 عائلة ما زالت تسكن منذ أكثر من 3 سنوات في هذا المخيم. جاءت هذه الحملة لتقديم المنح المالية لجميع العوائل الفاطنة في هذا المخيم، وبلغ تعدادها 1100 عائلة. تم تقديم المنح المالية لجميع العوائل. نحن أعطينا المنحة المالية حتى يعني تستفيد منها العائلة، لكي يعني تقتني وتشتري ما تحتاجه، سواء كانت يعني من ملابس او وقود او غيرها من الاحتياجات التي تكون العائله النازحه بحاجه ماسه اليها. نعم. طيب كيف هي احوال النازحين هناك؟ هل يعني توجد بوادر للعوده ام ان الاعداد تتصاعد حسب ما ترد التقارير؟ لا يخفى على المشاهد الكريم وجميع المراقبين للوضع في العراق أن المخيمات هذه منذ نشوء الأزمة منذ سنوات العائلات التجأت ولجأت إلى هذه المخيمات لأنها يعني المناطق شهدت معارك وتدمير المدن وانعدام الاعمار وانعدام مد يد الاعمار بهذه المناطق. لا يخفى كذلك على جميع المراقبين للوضع العراقي ان الوضع الان في حاله البروده الشديده، وهم في مخيمات، في مخيمه لا تقريبا في الشتاء ولا حر الصيف، مع شده احتياجاتهم للجوانب المعيشيه الاخرى. نحن سألنا كثير من العوائل من خلال تجوالنا الميداني مع الكل في الخيم، قالوا مع شدة البرد نحن يعني لا يوجد لدينا ما نستفئ به، يعني ليس هنالك وسائل للتدفئة في الليل البارد مع الأرض المفتوحة والأرض المكشوفة في المناطق الناعية والبعيدة عن التجمعات السكانية. الخيمة لا تقيهم عن البرد الشتاء. قالوا نجمع ما عندنا من أغطية ونلبس كل ما عندنا من ألبسة، ثم بعد ذلك يعني نضع أنفسنا في أقشتنا منذ مغيب الشمس في حالة مع المغرب. وبعد ذلك يعني لا نستطيع ان نتحرك حركه طبيعيه في المخيم. نتيجه للبروده القارصه الشديده في المخيم مع حاله الامطار. حقيقه هذه الظروف المأساويه تحتاج مدية العون، لذلك تاتي هذه المبادره. يعني جاءت هذه المبادره مشكوره من يعني رابطه الامه العراقيه، كذلك هي يعني كذلك تدرس حاجات المخيمات وقدمت مبادرتها بالتعاون مع منظمه ام القرى للإغاثة. نعم. إذن هل هناك يعني حملات اخرى وتنسيق مستمر مع منظمات اخرى، وكيف السبيل لتقليل معاناه النازحين عبر هذه الحملات؟ اغلب المبادرات الاغاثيه التي تتقدم بها يعني منظمه ام القرى للإغاثة الانسانيه تأتي دائما بالتعاون يعني مع القسم الإغاثي في علماء المسلمين، وكذلك مع رابطة أمة الخطباء بغداد، ومع منظمات أخرى كذلك، حتى يعني تلبي كثير من احتياجات من المخيمات بالمحافظات العراق المختلفة. لذلك يعني بعد البحث الميداني
يعني نجد ان المخيمات يعني عندما يعطونا عدد اولي يعني لمجموع الاوائل الحاصله في هذا المخيم، نحن نعمل احتياط لاعداد اكثر من العدد الذي يقدم الينا. نعم. فاذا ذهبنا الى 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 المخيم نجد ان العدد قد ازداد على العدد الذي تم اعطاه الينا من اداره المخيم. نسالهم ما الذي يجري؟ قالوا يعني عاده في كل اسبوع في كل شهر تاتينا زياده يعني زيادات في العوائل، ولذلك يعني نحن نشكركم لانكم عملتوا الاحتياط لشمول جميع العوائل في هذه المخيمات. نحن نعمل احتياطاتنا كذلك في تباحث متواصل مع اداره المخيمات، نقدم لهم مقترحات يعني هل ممكن ان تنفعهم مثلا المشيئه الكهربائيه، اذا كانت عندهم ساعات تجهيز كهرباء نقدم لهم مشيئه كهربائيه داخل التكلفه الواقعه في القيمه الكهربائيه. لكن يعني هم باحتياجات متواصله للاغطيه وللافرشه وللوقود، يعني نحن كذلك على استعداد يتم استعداد لتقديم كل الحملات مع اي منظمه تمد يد العون لاهلنا النازحين في المخيمات. شكرا جزيلا لك من اربيل دكتور ناصر فداوي المتحدث الاعلامي باسم منظمه ام القرى في اربيل.